نزل قذائف كثير، شظايا كواكس وخزان مبعوج من الشظايا. هذا الحيطان طلع الحيط شو فيها؟ خراب. تدخل غبرة، يدخل حجر، بحص، يدخل. أسوأ شيء الجوع، تجوعونا إياه. حرمونا كثير. المي، المي منين نروح نجيب المي؟ كانت كلها رعب. كنا باركين على ثلاث شوارع قناص، إذا ينزل ابني من البيت بده يشتري شغلة قناص، جرادين، بق، القذايف تنزل علينا طابق رابع، نحن مقابل بسنان باشا، يعني عشنا سنتين هونيكي بس قضيناها رعب برعب، ما نحسن ناكل لقمة، ولا نحسن ننام أبدا أبدا، إيه ماما، تحت المغفر باركين، كنا عند البردان. بس بالنسبة للحارة نأخذ خدمات المي، الكهرباء، ما يعني نطلع بالليل الشوارع وحشة، إذا يعني بيطلع إنسان برا ما بنشوف التاني، هذا مسؤولية. لما فاتوا كنا العالم يعني تعرف صحيح غلو شيء، بس ما عاد الدخان ممنوع، المرأة ما فيها، يعني إحنا بيوتنا مكشوفة، بيوت عرب يعني أرض، ما في مثل إنه بيت متسكر، اللي بيشوفوا عيونها طالعين أو لابسة أحمر أو أخضر هاي بياخذوها، اللي بتعجبهم كمان بيقتصبوها، اللي زينة كمان حلوة ما بترجع عبيتها بيعذبوها، عرفت شلون؟ أكثر يعني مين منهم شتلوهن يعني برضن ما خلوهن بيعيشوا، عرفت شلون؟ ما فينا أو تكفر أو السب. أنا عندي أولاد يعني قاموا يدرسوا الأولاد مدرسة كلها على الضرب وعلى الجهاد وعلى شو هذا، عرفت شلون؟ كمان كلهم صبيان، أنا قصبا عني بيخلوا الأولاد بيروحوا بالمدرسة بيدرسوا عندهم، ما عاد قلت ايش بدي أخسر أولادي. أنا احملنا حالنا وطلعنا، يعني حطينا شي 500 ألف سوري بس لعيد المهرب، عدنا شعدنا بيت وأرض وأغراض كلها بعناها أعطيناها للمهرب، ما بين طالعنا يعني من مهرب لمهرب ما بين طالعونا، كله مشي يومين هاي بس بالليل بنمشي بالنهار نضل جوا الشجر ما بنتحرك، إنه أي حركة بيشوفوها بيغنصونا، بالليل بنمشي بالنهار بنضل بالشجر ما بنتحرك، طلعنا 12 يوم لا وصلنا لهون على الشام. The majority of the Syrian people now are displaced people. They left their hometown to the cities like Damascus or Homs, Aleppo, wherever, to find a safer place without being able to take any of their belongings. So they have nothing. They arrive to the city with nothing. They need food to eat, clothes to wear, especially during winter. They have no protection against the cold, only their clothes and a few blankets, and that's it. This winter is very tough in Syria, very, very cold. الكاريتاس ساعدتنا بالأجار وبالحصة الغذائية، يعني ساعدنا كتير شغلات، يعني بالأجار دايما ساعدتنا، أول ما جينا لهوني يعني ما كان معنا أجار، التجأنا لهم وهن يعني ساعدونا، وحصة غذائي وعطوني بطانيات وسفنجات كمان، والمدرسة كمان ساعدونا بالمدارس مشان أولادي كمان. Caritas is helping a lot of families with many kind of aid, medical aid, food, clothes, rent support, even psychosocial support. Actually, even visiting these families, showing them our solidarity, our support is a big help for them to continue to live through these difficulties and through this situation. Caritas is doing its best, the best that it can to reach each family. This situation is hard for people and for me, to them and to me. I'm a part of these families. They are coming to us. I'm a person like them, like them. So I need to keep going in this work because I hope and I want to keep helping people. They are I'm a part of them. I need to help them.
We need to have a future here. We are working for that. We are surviving and struggling for that. والله الاسم عرفتي ما بيرفض معي. إذا إلها اسم ثاني غير هالاسم فيني أعرف. تعرفين كاري؟ كاري دس. كاريتاس. 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 صار لي شقد 4 سنين بتردد والاسم يعني أي ما بأرفضه، بروح وقت بأخذ الشيك بأستلم أي جمعية ما هم بيرفضوا لي الاسم أقول لهم إيه بس ما في بيطلع معي. كاريتاس. 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 أيوة. كاريتاس. أيوة. كاريتاس. كاريتاس. كاريتاس.